احيانا الفقره دي فقره هامه جدا وبتهم كمان يعني كل اولياء الامور، كل الامهات، لانه للاسف اوقات كتير ممكن اولادنا يتعرضوا لاصابات. على سبيل المثال طفل اتخبط في راسه وحصل له كسر لا قدر الله نتيجه انه وقع او حصل حاله اغماء للطفل. هنا بقى بيجي تساؤل، ازاي انا كأم اقدر اتعامل مع المشكله دي عشان اقدر الحقه بدون ما تحصل اي مشاكل تانية؟ ايه الادوات الخطره اللي لازم ابعدها عنهم عشان ما يتعرضوش لاي مكروه بسببها؟ اسئله كتير جدا هنجاوب عليها دلوقتي مع ضيفتنا في الاستوديو دكتور باكينام الحفناوي، استاذ مساعد الصيدله الاكلينيكيه. صباح الخير يا دكتور، وسعيده ان انت معانا الحقيقه، لانه هناخد الرد بقى من اصحاب العلم. صباح الهنا. صباح الخير. مش من اصحاب بقى التجارب وابنك لما يقع مش عارفه تعملي ايه، لا احنا بنسال حضرتك دلوقتي على سبيل المثال في يعني. عشان ده سؤال حلقتنا النهارده. وانا اصحاب التجارب برضو، عندي كل الحوادث. يا حضرتك جامعه بين الاثنين، التجربه. ايوه. دلوقتي في يعني في حالات كتيره هنتكلم عليها بالتفصيل، بس هنبتدي مثلا لو طفل وقع اتخبط مثلا خبطه جامده في راسه طبعا بعد الشر لا قدر الله، ازاي الام تتصرف تصرف سليم؟ لو هو بيبي ده بيحصل بعد الشر كتير انه يقع من السرير. اول حاجه الام تبص على البيبي وهو واقع، تشوف ايديه ورجليه بيتحركوا كويس ولا لا. تمام. لو فيهم حاجه ما بتتحركش صح مش هتعرف تشيله. الشيله بيبقى ليها طريقه معينه، او تطلب الاسعاف لو هتجيلها بسرعه. نمره 2، هتبص لاي سوائل بتخرج من الانف او من الاذن، خصوصا لو سائل ابيض، دي تجري على الطوارئ أبيض. لان دي خبطه في دماغه صعبه. سائل يعني ابيض مش دموع، مش ان هو بيعيط، لا يعني لا، ده ارتجاج قوي في المخ. سائل ابيض مش انه عشان كده انا باكد المعلومه دي، او دم بعد الشر، مش انه مخاط مثلا مطرح العياط، لا اصل الودن مش هيطلع منها غير السوائل الخطره. نمره 3، تبص حوالين العين في حاجه وارمه ولا لا. الخبطه الوارمه دي بتبتدي تزرق تورم مع الوقت، والطفل بيصرخ صريخ غير طبيعي. نمرة 3، تأكد بياخد نفسه مرتاح ولا لا، في تشنجات ولا لا. الترجيع بقى دي حاجة بناخد بالنا منها جدا، لو رجع ترجيع اندفاعي يعني نافورة مرة واحدة عمل وطلعت نافورة كده، أو لو رجع كذا مرة أكتر من مرة، بس الأم ما تلخبطهاش، لأنه ساعات الطفل بيبقى بيعيط فمن كتر العياط يا حبيبي بيقوم مثلا كان لسه رادع فيقوم رجع حاجة بسيطة. دي ما فيهاش حاجة. أي طفل تحت 6 شهور يتخبط حتى لو خبطة بسيطة في دماغه لازم أروح الطوارئ، مش دكتور الأطفال ولا استنى تاني يوم، لأن الدماغ بتبقى ضعيفة جدا، لازم أروح يتعمل لي فحص على طول. الطفل اللي أكبر، ويا ريت نتجنب بقى المشكلة دي عشان خاطري، كل ام بتبقى مامنه السرير بمخدات، ودي مهمه قوي. المخدات كلها بتقع من الترفيس، بيبقوا فاكرين ان البيبي ما بيتقلبش غير بعدين لما يكبر، لا بيبقى بيعافر ويتقلب. اول مره بتعرف انه اتقلب لما بعد شهر بينزل من السرير. طب نعمل ايه؟ طيب هو فرش له في الارض. كلنا بنحط مخدات؟ لا احنا بنفرش في الارض للبيبي الحاف كده، بنفرشه حتتين او بطانيه ونقعده عليه، ما بنحطوش في السرير عشان لما ياخد. طب ما هو لو وقع متهيألي على الحافة هتمتص الصدمة يعني. أو أعتقد لا ده صغير قوي، احنا بنحطه على الحافة أو البطانية. أنا بقول من الخبرة. لا دي هسكت، أنا هسكت، اتفضلي يا فندم. الأمهات هيستمتعوا ويحسوا إنهم أكثر خبرة بكتير من حضرتك بتقوله. أو ما بنحطش، لا بنحط طبعا على سرير البيبي، واللي ما عندهاش إمكانيات تحط في سرير البيبي بتجيب كاريكات، اللي هو سرير البيبي اللي هو بتكون شيلت البيبي اللي عندها اصلا تحط فيه البيبي. ربنا يحفظه يا رب. طيب ازاي ااهل الام لحاجه زي دي، ان هي مش لما تشوف ابنها بالشكل ده تصوت وتقف مش عارفه تعمل اي حاجه؟ ازاي الام تتعامل في الموقف اللي زي دي، لانه موقف صعب برضو يعني. هو بص، خصوصا لو في فكرت فيها قبلها هتحس ان انت عمرك ما هتبقى مؤهل للحظه دي، لانها خضه غير طبيعيه فظيعه. بس وانت في الموقف وما عندكش غير البيبي هتروح هتتصرف، وبعدين مش طالبه منها تتصرف، انا طالبه تروح الطوارئ هم يتصرفوا. اللي مش طالباه منها انها تسال ناس تانية، هتسال جارتي. طب وبعدين في حاجات بنتابعها لمده 72 ساعه. حضرتك بتشوفي اللي بيكتبوا على الفيسبوك، انا ابني وقع دلوقتي اعمل ايه؟ على ما تقعد تتابع بقى في الكومنتات اللي موجوده، وكل واحد عمال يفتي وكل واحد عمال يقول من تجاربه اللي ما، او انا هكلم دكتوري، ما دكتورك مش هيسعفك، هو ما يقدرش يعمل حاجه، لازم الطوارئ يشوفوه. وبعدين احنا بنتابع البيبي 72 ساعه بعدها، انت عارفه لو نام ازيد من العادي لازم اروح الطوارئ. لو عصبي ده معناه انه في حاجه مش طبيعيه، لو رافض الرضاعه
لازم ساعتها، ده معناه ان في حاجه مش طبيعيه حصلت. طيب في الواقع دكتور، هو ممكن يحصل مثلا اغماء؟ وفي نقطه تانية برضو عايز اسال حضرتك عليها، احيانا لو حد احنا من الكبار لا قدر الله عمل حادثه مثلا، بنقوله تابع كمان بعد الحادثه، حتى لو راح وكشف بنقوله تابع برضو بعد الحادثه، راقب نفسك برضو. نفس الفكره يعني، لو الام راحت الطوارئ والحمد لله ما فيش حاجه، لازم تتابع كمان بعدها؟ هي بتتابع بعدها بس على حسب هم عملوا ايه في الطوارئ. يعني هم لو في الطوارئ عملوا اشاعات معينه تاكد لي ان الحمد لله المخ سليم وكل حاجه تمام، يبقى خلاص، يبقى هي ان شاء الله يعني العلامات هتبقى في الاغلب مش هيحصل حاجه. انا عايزه اقول لكم، انا بنتي وهي 40 يوم وقعت من الكار سيت على الرصيف. الكار سيت كان فيه تكه ما بتتامنش، نزلت على الرصيف. فانا عارفه قد ايه ده صعب، مهما كنت مامنه الموقف صعب طبعا. صعب جدا، خصوصا زي ما قلتي السن الصغير مش هيتحمل يعني. بس هو رحت الطوارئ وعملت المقطعيه اللي الامهات بتخاف تعملها، ما هو طالما الدكتور قال لك اعمليها يبقى الطفل محتاجها. دي نقطه مهمه، لان فعلا في امهات بتخاف جدا، بتخاف تعمل البروسيدر وتقول لا. طب منظار ايه مثلا؟ مقطع بعد الشر طبعا عليهم، بس لما نفكر في العواقب، العواقب اصعب كتير. طب هل في حاجات من اللي بتحصل خلال ال 72 ساعه بيكون ليها شواهد في اول يوم ساعة الوقعة على طول ولا مش شرط؟ ما هو اللي حالته هتبقى وحشة وبعد الشر هتتطور ل 72 ساعة اللي بعدها، أكيد من الأول هيبان عليه أقوى، يعني هيبان عليه ترجيع أكتر بالذات، هيبان عليه أريافة وعياط وألم غير طبيعي. المقصود إنه ممكن هل في نفس وقت الوقعة ما يبانش عليه أي حاجة، لكن في خلال الفترة دي يبان حاجة؟ يبان حاجة بس بيكون أقل حدة من اللي طبعًا علاماته ظهرت بدري جدًا، فعشان كده بنحتاط أول 48 ل 72 ساعة. طب نروح لحالة تانية. طفل برضو بعد الشر على اولادنا كلهم، وقع ايده اتكسرت، رجله اتكسرت، مناخيره اتكسرت، اي حاجه بقى حصلت، التصرف السليم يكون ازاي؟ واضيف لدول حاجه كمان، صباعه دخل في عقب في عقب الباب اللي مش عارفه اسمها ايه، اللي هو اللي في النص في جنب الباب. عقب الباب صح ولا ايه؟ صح انت يعني تسكت ليه؟ تحت عقب الباب ده اللي هو تحت ده بالذات في التاني بيقول عليه عقب مش عقب خالص، ما اختلفناش يا جماعه. المهم انه فعلا لما بيدخل ده بالذات البيبيز الصغيرين بيدخلوا ايديهم دايما، لان صوابعهم صغيره قوي، فلو اتنت او اتكسر تبقى مشكله. اهم حاجه ان انا اثبت المكان، اوكي، ممكن تلج لو عندي تلج وحطه وما حركوش لغايه ما اروح. في ناس بتتعامل بانه لا، طب وريني كده بيتحرك ويمسك صباعه بقى ويبتدي يقلب فيه مثلا ويدوس ويعمل انا من هنا بقى منصه للتوعيه. الناس الاطفال اللي بتتمزق، اوكي، ده مشهور جدا العاده ان انا حوديه لحد يكسر له بيضه او يحط له لبخه، او ارجوكم ودوه للدكتور. ايه ده موضوع البيضه ده؟ اول مره اسمعه. للطوارئ ده يعني للاسف معتقد شعبي مش حلو، لانه هيتمزق تاني. يعني انت هتروحي تحطي البيضه وهتلاقيه تاني انت من نفسك يعني بعد يومين ثلاثه بيقولوا مرجحوه. انا بتكلم جد والله، بما ان انت ذكرتي الحاجات اللي الناس بتتبعها بيقولوا يعني مرجحوه، حطوه في حاجه كده وشدوه. اما يتمزق ولا في الحياه العاديه؟ لا مش احنا مش بندلعه، لا انا بتكلم ان هو في حاجه مثلا اتمزق مثلا. لا ما نمرجحوش، ما نحركوش، ما نمرجحوش. لا خدوه زي ما هو كده وروحوا للدكتور. كويس ان احنا بنحاول نخفف حده الموضوع، لان الموضوع الحاجات دي، لان بالمناسبه يعني زي ما انت قلتي في ناس بيقولوا مش عارف نكسر بيضه ونعمل لبخه ايه، في ناس بيقولوا احنا بنوضح الحاجات دي للناس من اهل العلم. ايوه مهم برضو اللي بيتعور بالمناسبه، بلاش البن. اكتمها مليان ميكروبات، اكتمها بن فهيتحط، هيحط ميكروب للمكان. وعشان خاطري انا بقول لكل ام، ما تقوليش لا انا مش هعمل غرز. ما الناس بتخاف برضو يكون طفل صغير وفي غرز. اقول لكم حاجه، الغرز بتتعمل تجميل بالظبط كتير جدا، انه يبقى عنده علامه في لكن طول ما حياته. بتختفيش حتى باستخدام الكريمات، هو من غير الغرز مش لا ليه، وفي كريمات حلوه جدا بتبتدي، بس بنبتدي بعد ما نفك الغرز نستخدمها بتخلي تاثيرها اقل كتير. انا اقول لكم بقى، انا عندي في البيت هنا الاولادي يعني هنا وهنا، شقاوه الاولاد بتطلع حاجات كتيره، الغرز بتفرق جدا. طيب كسر خلاص، ما لا قدر الله ما نحركش الولد، ما نحركش يعني لو ايده او رجله ما يتحركوش، يروحوا على المستشفى على طول. والمزق زي ما والمزق كمان، نبعد عن المعتقدات اللي احنا قلناها دي خالص. طيب في لعبه تانية برضو الاطفال بيحبوها جدا، فيش الكهرباء. بصي احنا البيبيز خالص بنقفل فيشه الكهرباء، يعني بنسدها بحاجه، وبنعلمهم انها خطر لما يبتدوا يدخلوا في 3 سنين 4 سنين، بنقول له خطر ليه عشان يبقى مدرك هي ممكن تعمل ايه. لو عندي في البيت طفل فوق ال 8 سنين 7 سنين، لازم اعلمه يعمل ايه لو اخوه كهرب.
لو افرض هما في البيت لوحدهم او انا لسه ما جيتش، لان هو لو حاول ينقذ اخوه يمسكه وهو بيكهرب الاثنين هيكهربوا. ما احنا نعلم الام الاول عشان نعلم البيبي. احنا نقول للاثنين عامه انه بعد الشر لو حد بيتكهرب انا لازم امسكه بخشب، ابسط حاجه المقشه اللي في المطبخ وازقه بيها، انا ما ينفعش امسكه هو دايركتلي، لازم حاجه انسوليتر عازل. يا خشب، الخشب افضل حاجه في الحاله دي. ده بالنسبه للكهرباء. عندك كمان لازم ده في المطبخ، بس البنات كمان لازم تبقى عارفه ان الادوات الكهربائيه ما ينفعش تحط عليها ميه. في بنات السشوار بتنشف شعرها والميه شغاله، ده بيعمل خطر. الشواحن الرخيصه اللي او المشترك اللي فيه مليون حاجه فوق الطاقه بتاعته، ده بيخلي الحاجه. احنا نعرف منين ان هي فوق الطاقه بتاعته؟ يعني انا جالي مشترك فيه اربع فتحات مثلا. هو تقنيا الكهربائي فيه حضرتك يعني اكتر مني طبعا يقول حضرتك اكتر، بس في حاجات معروف ان هي بتحتاج كهرباء اعلى من حاجات. صح؟ فما استخدمش الحاجات اللي بتحتاج كهرباء بساعه كبيره قوي في مع بعض في مشترك واحد. انا بقول كمان على الموبايلات لانها في ايد الاولاد. فالشاحن بيبقى مش حلو مره واحده جنب السرير، السرير المخدات والمرايات والحاجات دي بتتحرق، ربنا يحفظهم. طيب التصرف وقت عفوا يا شادي، ناكد على المعلومه، التصرف لو لا قدر الله طفلك كهرب اشده باي حاجه عازله للكهرباء زي الخشب. لو حد كبير في حاجه اهم اعملها ان انا افصل الكهرباء. ما كنت لسه اقول لحضرتك النقطه دي. لو انا كبير افصل الكهرباء واشده بحاجه. ده بسرعه، ده احسن. طيب الاولاد كبروا شويه بقى، عندهم مثلا سنتين ثلاث سنين، بداوا يمشوا بقى خلاص وبداوا يقربوا شويه من البوتاجاز. ازاي بيتعامل؟ احنا بنشوف حالات كتيره جدا يقول لك كان واقف جنب البوتاجاز مش عارف عمل ايده كده، وقع الطاسه كان فيها زيت لا قدر الله. انا عايزه اقول حاجه بس مهمه قوي، مصايب كبيره يعني. البوتاجازات الجديده كلها بيبقى فيها امان عشان خاطر الطفل لما يفتحها ما تتفتحش. كتير جدا من الناس اللي بتيجي تعمل صيانه للبوتاجاز بيقول لك البتاع الامان ده بيعطل شويه الامهات فبيشيلها الامان. ده كتير جدا، لانه الامان ده مخلي الشوايه ما تشتغلش، مخلي الفرن ما يشتغلش كويس، بتقعدي ساعه تعملي كده فبيشيلها الامان. ده اخطر حاجه، لان الطفل قاعد بيلعب بيفتح كل الغاز. ده نمره واحد. نمره اتنين، هتحمري حاجه او هتقلي حاجه حطي الطفل على حوالي مثلا متر ونص عنك. طب اعمل ايه؟ قعدي في الطرقه، افرشي له حاجه ويقعد في الطرقه. اللي حتى امكانياتها ما تسمحش انها تجيب مثلا باونسر او حاجه، عارفه بيعملوا ايه الامهات الناصحه؟ بتجيب بانيو البيبي اللي بيستحمى فيه، تحط فيه بطانيه، تحط البيبي فيه بس بعيد عنها. اوكي، على قد امكانياتك ابعدي عنها. اي حاجه بتقلي بيها ليها ايد لازم تدخل لجوه. ده على فكره بالاحصائيات اكبر سبب للحرق بالزيت. ده حتى الكبار مش للصغيرين يعني. بالظبط، الاطفال الاكبر اللي بتستخدم مايكروويف وتوستر. طب يتعاملوا ايه في الحالات اللي زي دي لو في حرق مثلا؟ لو في حرق اول حاجه لازم احط ميه جاريه بارده، مش ساقعه متلجه، ميه جاريه من الحنفيه على الحرق. دي اول حاجه لازم تعملها. تاني حاجه ما تحطش معجون سنان. كنت شكرا. شكرا. لا اصلا جداً. انا متاكده من ده، انا والله عارفه المشكله في ايه، ان هو ساعات نفسه بيبقى لاقط ميكروبات، لانه مثلا مفتوح بقى عندنا في البيت بقى له 6 شهور، كل واحد ياخد حته قد كده. حتى لو اول مره بيتفتح هو من جواه ممكن يبقى لاقط ميكروب، فحطه يعمل ايه؟ يلوث لي الحرق. في ناس تقول ما نحطش ميه، انا ما اعرفش برده، صلحي لي المعلومه دي. في ناس تقول ما نحطش ميه على الجرح، على الحرق عفوا، عشان هيعمل يعني بقليل. هو لو meant to be يعني، هو ربنا كاتب له انه هيعمل بقليل، لانه حرق بدرجه كبيره هيعمل بقليل. بس الاسعاف الاولي دايما ان انا اعمل ايه للسخونيه؟ ابردها. فالميه الجاريه بتبرد، ده ما حدش يحط تلج. ده احنا بنحط ايدينا في الفريزر ساعات. لا، ده التلج بيعمل فروست بايت، يعني هو بيعمل حرق بس بسبب الصقيع. فبتبقى هلكت الجلد جدا. الطفل لو حرق من درجة أكبر، يعني مش مجرد الجلد الخارجي، الأم حاسة إن في طبقات، الأم حاسة إن مكان مساحته كبيرة. لازم تنزل الطوارئ. هيفيدوها كمان، مش بس هيحطوا لها الإسعافات، وهيحطوا لها كمان مرهم يضيع الإسكار بدل المكان يفضل فيه ندبة أو علامة طول الوقت. طيب اخيرا الحاجه الاطفال بيبلعوها، احيانا في اطفال بتبلع دبابيس، بتبلع لعب بلاستيك او حاجات صغيره، ايه التصرف؟ لو بيبي صغير خالص يعني لسه ما بيمشيش، انا هحاول بقى ابين، همسك البيبي اقلبه على بطنه وانا قاعده بالراحه خلاص.
احطه على ركبتي كده وهو على بطنه واخبط على ظهره. خبط على ظهره بكلوه ايدي. خبط فين؟ تحت لوح الكتف. في نص الظهر. في نص الظهر. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه هيخرجها. بعد الشر قوي لو ما خرجهاش هقلبه الناحيه الثانيه وبصبعيني الاثنين هدوس عند فم المعده. واحد اثنين ثلاثه اربعه. اهم حاجه لا تشربيه حاجه عشان هتنزل. انت كده بتحركيها اكتر في مجرى الهواء. في امهات بتقلبه ابسايد داون. ده بتكون هو اصلا لسه بيحاول يخرجها. لو بيكح ما تتدخليش خالص، بيكح هي دي الطريقه الطبيعيه ان هو يخرجها. انا لو تدخلت هقلبها. لو طفل اكبر يعني مثلا اربع خمس سنين انا بلف من وراه بنبهه الاول عشان ما ياخدش حركه مفاجاه. انا جايه اساعدك، دخل ايدي من تحت الابط والف كده حوالين الصدر. اوكي، ايد عامله كده والايد الثانيه فوقيها وعند فم المعده واضغط وارفعه ان شاء الله حتى يتشيل. انزل له بركبي لو هو قصير، ولو حد كبير على فكره بنعملها. واحد اثنين ثلاثه، دي مالهاش عدد، ده براحتك بقى لغايه ما تطلع. كل الشكر ليك طبعا على كل هذه النصايح والاسعافات الاوليه. شرفتينا ونورتينا الدكتوره بكينام الحفناوي، استاذ مساعد الصيدله الاكلينيكيه. شكرا جزيلا يا فندم. ميرسي، نورتينا.